عسلامة ناس الكل. اليوم الفيديو متاعنا ان شاء الله باش يكون من مقهى مميز واقع في مدينة سيول. الكافيه متاعنا اليوم انا متأكدة اللي انتم ممكن سمعتوا عليه على الانترنت او شفتوا صور. الكافيه هذا هو فما ناس تسميه 2D كافيه، فما ناس تسميه كارتون كافيه. الطريق ماشيين الى قهوة جديدة اليوم. شوفوا الكافيه هذه سبيسيال شوية لانه الثيم بتاعها مختلف. يوم مشمس. كما تشوفوا توا حاولت نصور هاي المكان حتى تشوفوا كيفاش وصلنا. هذا المنطقة اللي نحن فيها بعد ما نزلنا من الباص. المكان كان صعب شوية أن وصلنا له لأنه الكافيه هذا كما توا نحكي عليه في فيديو بعد نوريكم كيفاش تعملوا بحث على الجوجل حتى تعرفوا المكان وتعرفوا أرقام الباص. فالمكان الكافيه هذا كان في مكان قبل، ومن أول سنة 2019 نقلوا على مكان ثاني، والاسم الكافيه هو نفس العنوان كما شايفين توا. هيا ندخل الداخل نوريكم شو موجود وتشوفوا الألوان الحلوة. شوفوا هنا هذا العنوان أكيد بالكوري، ولكن الرقم هو رقم الشارع. لهنا كما تشوفوا فما مكتوب أنه ممكن تعملوا صور بس لما تطلبوا طلب، يعني لما تنزلوا كافيه أو أكل وقتها مسموح لكم أنه تعملوا صور، فما تحاولوش تعملوا سيلفي أو أي شيء قبل ما تطلبوا أكل. أنا كنت رحت للكافيه هذا أنا وصديقتي، هي نزلت الكافيه إسبريسو عادي وأنا كنت نزلت الماتشا تي. ماتشا تي هو شاي ياباني يعني باودرد فيه نسبة كافيين عالية، فما عرفتش أخلص الشاي الكوب كله يعني، ولكن كان الطعم نكهته حلوة. الأسعار كانت تتراوح بين 6500 وان 5000 وان. مثل ما حكيت لكم الوان يقارب بالدولار، يعني مثلا الكافيه سعره 6500 وان، ف يعني هذا ممكن 6 دولار. طبعا أنا موجودة في المنطقة العلوية للكافيه اللي هو يعني الروف توب سكند فلور كما تحبوا تسموه، اللي هو يعني فيه نفس الستايل ونفس الثيم اللي في الكافيه لوطي، ولكن الفرق هون بعد شوي نوريكم التصاور ومقطع فيديو. الفرق هون انه فما فيك جراس اللي هو يعني عشب اخضر، فاللون الاخضر مغير شوي لانه الكافيه الثيم تاعها ابيض واسود كله، ولكن اللون الاخضر الموجود هون انه يخليها مختلفه شوي لانه في الطابق الاول كله ابيض واسود انكلودينج الفلور يعني اللي هو الارضيه. ف روف توب حلو يعني مثلا جلسات مسائيه في الصيف، ونحن توا في شهر اكتوبر يعني الخريف بدا، ولكن لسه يعني الطقس انه في مشمس فما شوي رياح يعني بعض برد خفيف، ولكن ممكن الناس تبقى في المنطقة العلوية يعني الروف توب. ولكن انا شفت في مدخل الكافي حاطين نوتيس انه يعني المنطقة العلوية اللي هو الروف توب يفتح من شهر ماي، يعني ممكن من شهر ماي وشهر الربيع والصيف ممكن يسكر في اخر اكتوبر، لانه في وسط اكتوبر يبدا فصل الخريف اللي هو يعني الفول اللي هو تساقط اوراق الشجر وتبدا الدنيا تبرد شوية، فالطقس يكون يعني برد و أمطار. ولكن الأمطار هون عندهم كمان في فصل الصيف، الأجواء تختلف عن منطقة شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط. يعني كما تشوفوا لهنا أنا توا نحاول نطلع للطابق الثاني باش نوريه لكم. هذا محل حلاقة شعر، ممكن مختلط أو للسيدات ما أعرف، ولكن هذا هو كيفية تطلعوا من الدرج. وبعدين لهنا ممكن تشوفوا المنطقة العلوية. المنطقة العلوية شوية كيوت، فيها هاي الغرفة الصغيرة هاي بس للصور، هاي اللي أنا صورت فيها الفيديو اللي كنت نحكي لكم فيها على الطقس هنا، بس للصور الانستغرام. مثل ما شايفين هذم كأنه يعني ملابس على خط الغسيل مثلا. الحلو في المنطقة العلوية كما قلت لكم إنه هو اللون الأخضر للأرضية، مثل ما شفتوا المنطقة تحت هي كله أبيض وأسود، فتحسوه إنه يعني مرسوم بالقلم أو قلم الرصاص. لكن هون الاختلاف انه في هذا
اللون الأخضر يعني اللي هو العشب أو الفيك جراس. فحلو الفيو يعني، وأعتقد بالنسبة للصيف تكون حلوة للأمسيات. الحين أوريكم شوية الفيو من برا يعني الشارع. كما قلت لكم بكري هنا في الكافيه هذا الأصفر اللي تحت مقابل الكافيه اللي نحن فيها الحين، عملت فيه فيديو صغير بوريه لكم بعدين. في بعض المطاعم وفي بعض الأماكن اللي جنبه. الحي أحسه أنا سكني، وهذه الغرفة الصغيرة اللي حكيت لكم عليها يعني هي بس للصور وللإنستغرام. فالفكرة من الكافيه كله هو الإنستغرام والصور وإنترنت. لهنا أنا حاولت نعمل يعني نصور الفيديو بصوتي، ولكن كان فما شوي صوت وضجيج وإزعاج، لأنه يومتها كان في جروب من قناة MBC جاوا يصوروا حلقة، فكانوا بنات المقدمات تبع البرنامج وكان معهم الشباب الكرو من لبنان. كنت حكيت مع الشباب وكانوا يعني ناس حلوين، بس كان صوت البنات والكاميرات والمعدات كان فيها إزعاج، وكانوا في ناس يستنوا يتصوروا، فأنا ما عرفتش نطول كثير، فأخذت صور من المنيو مثل ما تشوفوا. كما حكيت لكم الأسعار من 6500 وون ل5000 وون، وفي أعلى شوي وأرخص شوي. والحين هذا المكان اللي حكيت لكم عليه اللي هو الكافيه اللي فيه الثيم لونه أصفر مقابل الكافيه اللي كنا نحن فيه الحين، يعني نفس العنوان وكل شيء هو نفسه، بس المكان الواحد على الجهة اليمين والثاني على الجهة الشمال من الطريق. الصراحة ما شفتش المنيو هنا، ولكن الأسعار راح تكون هي نفسها. الأسعار في مدينة سيول عالية شوي، وممكن تقارنوها بالدولار مثل ما حكيت لكم. إن شاء الله الفيديو متاع اليوم يعجبكم، وتاوى نحط لكم الخريطة. جماعة حبيت نعملكم هذا الفيديو قصير حتى نوريكم كيفية البحث يعني على جوجل على أماكن معينة. اليوم بما أن نحكيه على الكافي 2D أو الكرتوني في سيول، نوريكم كيفاش توجدوها الحين. ولكن عامة لما تجول سيول، لأنه محرك البحث هنا بالإنجليزي، فمن الأحسن تعملوا سيرتش على جوجل، وهكاك ممكن تعرفوا أرقام الباص أو السبويز وكيف ممكن تروحوا. مثل ما تشوفوا أنا كتبت كافي 2D سول، أو ممكن تكتبوا كارتون كافي أو بلاك أن وايت كافي، فلعبوا شوي بالكلمات حتى توصل النتيجة اللي تبحث عليها. بعدين هنا ممكن تشوفوا يطلع لي هو في أول سيرتش. لو حابين تنزلوا تحت تشوفوا بلوجز مثلا، ممكن يعطيكم معلومات يحكي لك إنه artistic monochrome design، فهذا لو حابين تعرفوا. ممكن تشوفوا فيديوهات، لكن اللي حبيت نحكي عليه لهنا إنه الكافيه هذا فيه شوية ملابسات، لأنه الناس تضيع لما تكون تدور عليه، لأنه كان في عنوان قبل، ومن أول 2019 نقل على عنوان ثاني. فلو تروحوا لهنا تشوفوا الصور، هذه الصور تختلف على الصور أو الفيديوهات اللي أنا سويتها، لأنه مثل ما شايفين هنا في اختلاف، حتى اللون فيه براون والكابس يعني مختلفة، بس الكافيه الجديد فيه ديزاين متنوع وكله أبيض وأسود. فلما تعرفوا شوية معلومات وحتى تعرفوا المكان اللي أنتم رايحين له مفتوح أو لا، أو أوقات العمل وكذا، ممكن تروحوا على About وتشوفوا راح تحصلوا معلومات. فلهنا مثلا هذا الفقرة الصغيرة يحكي لكم أنه الكافيه كان في مكان معين قبل، وبعدين have relocated to cafe كذا كذا، يعني نقلوا لمكان ثاني. والكافيه هذا هو أصلا اسمه على يعني العنوان الكافيه هو اسم الكافيه نفسه، بس بما أنه بالكوري عادة اللي ما بيحكي كوري أو ما يعرف يكتب راح تكون شوي صعوبات. بس بعدين ترجع الأوفرفيو ممكن تشوف المابس من هنا، وممكن يعني تاخذوا رقم الباص وكذا. بس حبيت نفسركم على الخفيف كيف تعملوا ريسيرتش، لأنه في كثير ناس ما تعرف تروح على المكان هذا. والحين أخليكم تستمتعوا بشوي صور، وإن شاء الله عجبكم المكان. ما تنساوش تخليوا تعليقات وتشتركوا في القناة. مع السلامة.
هنا كما شايفين على الجوجل هذه المعلومات مكتوب انه from the owner يعني من المالك، وهو حاطت انه معلومات انه الكافيه هذه كانت في منطقة اخرى قبل، وبعدين من يوم 31 ديسمبر 2018 نقلوا على اللوكيشن الجديد او المكان الجديد. فمثل ما حكيت لكم فما شوي صعوبات حتى تحصلوها، ولكن ان شاء الله لو مشيتوا واستمتعتوا وعجبتكم الكافيه احكولنا، خلوا تعليقات او انصحونا لو عندكم اشياء حلوة يعني.